واستعمار. ابو جراح دي نازل ليش من زور يا اسطى؟ بيعمل حذار بتطلع ترندات كل شويه، ينزل فيديو جديد. انا صراحه خنقت الموضوع دي يا عم. اقعد ساكت عليه الطلاق، عامل نفسه مشهور وبص، بس الله وكيل جريتش عنده هيلعب دع يا راجل. والله العظيم انا اتدبيت من الموضوع دي، وبصراحه مش احب غير نفسي. اه والله انا صراحه كل ما اشوف انا بتخنق الصراحه. ايه ده الشهر؟ ايه يا اسطى؟ عمي تعال باش حبيبي. عامل ايه ابو جراح؟ اخبارك ايه يا باشا؟ تفضل تفضل. نورت الدنيا والله. والله من بدري بشكر فيك وبقول ابو جراح واحد بس في البلد. الصبح جاي بسيرتك بالخير والله. سيرتك مين؟ بالخير. في حاجه واحده نسيتها يا عمي. ايوه صح. عماد لما اتكلم معايا في القعده نسي يقفل التليفون، والمكالمه كانت مفتوحه وسمعته كل كلمه ترندات ومدحت بيقول بيحب نفسه، وانت مش عارف بتقول عن نفسه مشهور. بص يا رجاله، اللي انا بقيت فيه ده قصه دفاع قسما بالله. انا اتمرمطت عشان اوصل للي انا فيه. يا بقى العادات بتاعت كل تيم، واحد ربنا يرزقه بترند التاني غير مني، ده يرزقه بترند التاني يحقد عليه. يا عم ما هو بص ربنا اللي بيرزق، يعني انت لما بتجيب فيديو مليون مشاهده ربنا رزقك بالمليون مشاهده عشان انت بتصور الفيديو ونيتك صافي. ايه يا عم طالع اكسبلور وبقى مشهور والكلام ده؟ يا عم ما احنا واحد يا عم. مشكلتنا صراحه يعني ان انا بحب نفسي يا مدحت صح؟ لا احنا مشكلتنا مدحت ان احنا بنتكلم في وش بعض. الحلو حقك علينا وفي ظهر بعض بالوحش. حقك علينا ابو جراح، وانت التاني بقفل تليفونك. مش ينفع اللي احنا اتحطينا فيه دي. انت لازم تتكلم في دار الراجل. هو ربك رايد، هو ربك رايد ان يشوف كل حاجه. على العموم يا رجاله ربك رايد كل حاجه. احب ابشركم من صفحه الدفع. ابو جراح انت صفحه الدفع. السلام عليكم. عليكم يا رجاله. يا اخي انت حطيتنا في موقف مش كنت يا راجل. ما تقفل تديهم التليفون بتاعك يا اخي. ايه ده بس لما يكون المكالمه شغاله؟ المكالمه شغاله يا اخي. صفحه الكافيه الاتيان. ايوه صفحه الكافيه المفروض نقفوا معاه. نقفوا معاه. عماد اتخنقت منك ومنه. سلام. انا بصراحه علي طلعت سايبالك مخدره من قبل ما تتكلم. انا اوقف معاه.